رجعنا لكم تاني واحلى 50 دقيقه حياه في اخر حلقه في 2019. الست المصريه، الست الجدعه الاصيله اللي ممكن تعمل من الفسيخ شربات. معانا النهارده ست مصريه اثبتت ان هي ست جدعه، وبرافو وشابوه. اتعلمت وتثقفت ودخلت الجامعه، لقيت ان الحياه صعبه. طب هعيش ازاي؟ طب عندي وقت فراغ، طب اعمل ايه؟ اروح اعمل ايه؟ اقعد على الفيس؟ لا. طيب اروح عند الجيران؟ برضو لا. طب اروح ازور اختي ومامتي؟ برضو الوقت طويل. طب اذاكر لاولادي واروح لهم المدرسه؟ برضو عندي وقت. طيب لازم اكون وقتي ده في حاجه مفيده. ومعانا الست المصريه الاصيله استاذه ساميه حمدي. اهلا يا استاذه. اهلا بحضرتك يا دكتوره. اخبارك ايه؟ الحمد لله الحمد لله. اهلا بحضرتك. انت هنا ليه؟ بص انا جايه النهارده ان شاء الله، يعني ايه عامله كذا اكله كده. قبل الاكل انت جايه تقولي لكل واحده مصريه ايه النهارده؟ يعني هو مفيش واحده تستسلم للفراغ جدع. يعني الفراغ بيضيع وقت كبير جدا، رغم ان احنا ممكن يكون عندنا اولاد وعندنا دراسه وعندنا دروس وعندنا، لا عندنا وقت كافي جدا ان احنا نقدر نستغله. يعني عندنا في اليوم 24 ساعه. احنا طبعا حته ان الست تقعد تخلص دروسها وتخلص ولادها هتريح شويه، لا تلفزيون، لا نت، لا يعني في حاجات نستغل فيها حياتنا. لا مش لا قوي يعني، احنا هنقعد يعني هنقعد بس هو ساعه احنا في اليوم بنستفاد يعني، حتى واحنا برضك بنتعلم بنستفاد. احنا اساسا لما بنيجي نتفرج على اكله في اليوتيوب ولا في اكله في اي حته، انا بستمتع ان انا بتفرج، وبستمتع كمان ان انا بشوف ازاي الاكل بيتعمل، بقوم انا مطبقه وعامله لعيالي. وشوفوا الجمال بقى، انا يعني وقت فراغي مش ليا لوحدي، لا وكمان هشغل ولادي في وقت ايه فراغهم، مش هسيبهم بقى للنت والفيس والاصحاب. لا احنا لا هنبقى اسره مع بعض، نتجمع مع بعض. وبرده النهارده متجمع معانا مين؟ قمرتين، القمر ملك والقمر بسمله. ازيك يا قمر؟ الحمد لله. القمر الاولاني ملك ملك ملك. ازيك يا بسمله؟ الحمد لله. منورين الاستوديو ومنورين القناه. انتوا هنا النهارده جايين تساعدوا ماما ولا عشان بتحبوا ماما؟ عشان بنحبها. يعني انت تساعديها؟ ايوه كده. طيب بما انكم اسره جميله ما شاء الله عليكم، عايزه اقول انت اتعلمتي ايه من ماما يا بسمله؟ هي أيوة. حاجات كتير. ايوه جدا يعني ان مش اكتر حاجه، اكتر حاجه كده حسيتي ان ماما لا ماما عندها عزيمه قوي في اي العزيمة. حاجه، ويعني ما بتمسك حاجه بتخلصها، او يعني مش بتستسلم لاي حاجه، او لما بتحط حاجه قدامها عندها اراده وعزيمه. انت جميله، انت جميله. ماما بقى ها ما عندهاش حاجه، هاتي حاجه سلبيه يعني. بقى كده ما عندهاش مستحيل. يعني ماما ضد المستحيل. جميله ماما. طيب قولي لنا بقى النهارده، انا حبيت اقول الشيف ساميه، ربنا يكرمك، الشيف ساميه هيقدم لنا ايه ويوصف لنا ازاي، وهنستاذن استاذنا استاذ وليد يطلع لنا المقادير على الشاشه. اول حاجه معانا اتفضلي قولي لي بقى تقدمي ايه. معايا ثلاث اطباق. تمام. طبق تشيكن سويت اند ساور. الله. وسلطه مكرونه بصوص معين ليها دريسنج معين، وبرضك سلطه مكرونه بدريسنج تاني مختلف. يعني عندنا نوعين مكرونه. أيوة. دريسنج مختلف فديتني طعمه مختلف. الله ينور عليكي. تمام. ومعايا هنا صينيه البطاطس بكرات كرات البطاطس بالشاورما الفراخ. تمام. انا عايزه المقادير يا جماعه على الشاشه بعد اذنكم. حاجه اسمها هي ايه، هو بسكوت، بس احنا بنقول عليها كيكه كدابه، يعني احنا بنعملها من غير ما تخش الفرن. طيب هناخد نرجع تاني لصينيه البطاطس اللي انت قلت لنا عليها عشان على الكل. يلا قولي لنا مقاديرها تاني كده. معايا نص كيلو صدور فراخ. تمام. وشرايح معايا نص كيلو صدور فراخ وشرايح فلفل الوان، ومعايا فلفل الوان وزيتون، ومعايا بشاميل خفيف او صلصه بيضة. تمام. بحطها الاول في الارضيه وبعدين الصلصه فوقيها وبعدين كرات البطاطس. كرات يلا. البطاطس دي بتتعمل ازاي؟ انا بجيب نص كيلو بطاطس وبهرسها واقوم عاملاها كور، واحط كون حاطه عليها زبده، واقوم حاطاها على الوش وحاطه فوقيها ايه الصلصه البيضة وجبنه موتزاريلا، وحطها الفرن. ايوه شكلها طبعا يعني ايه حاجة. حاجات خفيفه بس بتفتح النفس. طيب الطبق الثاني اللي معانا اللي هتقدمه لنا، هتقدم لنا طبق ايه؟ المخرج الجميل هيطلع لنا على الشاشه دلوقتي الطبق الثاني. تشيكن سويت اند ساور، دي اللي هي الايه حلو وحادق. يعني هو طعم احنا مش واخدين عليه، بس احنا لو جربناه. معاكي على الهوا قولي لنا بس المقادير الاول. المقادير نص كيلو صدور فراخ متقطعه قطع ومعموله في الدقيق، او حسب عدد افراد الاسره. طبعا طبعا حسب الاحتياج طبعا، الكميه والاعداد يعني. والفلفل الالوان شرايح والبصل شرايح، والصوص بتاعها بقى اللي هو الصوص بتاعها اللي هو صويا صوص وكاتشب وايه تاني؟ سر خلطه ساميه. الله يبارك. هي المكونات على الشاشه. معانا طبق كمان، ومخرجنا الجميل هيجيب لك طبق سلطه المكرونه. معايا هنا دي سلطه المكرونه محطوط عليها دوره صفراء.
هو الاول حط لك كيك البسكويت هيحلي. طيب. مش عايز سلطه المخرج، المخرج عايز يخش على طول. معايا هنا ده بسكوت، هي ما تحطش في الفرن، هي كيكه يعني، هي ما تحطش في الفرن اساسا، بسكوت وجبته طحنته. ومعايا كاكاو 25 جرام كاكاو، والنوتيلا بردك على وشها، وحاطه نص كوبايه زبده ونص كوبايه لبن، وهرستهم وحطيتهم في الفريزر وقطعتها شرايح وحطيت النوتيلا على وشها. طيب انت ليه سميتيها كيكه كدابه؟ هقول لك ليه. هي ايه اساسا، هي من بره تحس انها زي الجاتو السوري. تمام. فهي ما تتحط، مش هتتحط في الفرن ولا حاجه، فانت تشوفيها تقولي ان هي كيكه، لكن هي مش كيكه، هي بسكوت. انا جايباه بسكوت وفرماه وحط عليه زبده ولبن وعملته زي العجينه وعملته رول وقطعته شرايح. تمام. يعني هي عشان ما دخلتش الفرن. أيوة. وعشان اصلها بسكويت مستوي، بسكويت او مش كيكه ولا حاجه، ولا فيها الدقيق ولا حاجه ولا بيض. بتحبي السلطات والمكرونات، قولي لي اول سلطه قدامك ديت. دي حط عليها حلو الفراشات دي. دي سلقه المكرونه، بس مش هسلقها بطريقه ان هي تبقى معجنه، لا يعني متماسكه شويه، يعني تلتين سوا كده. تمام. حط عليها شرايح فلفل وشرايح زيتون. طيب ثواني نشوف حبيبه تسالنا سؤال. مساء الخير يا حبيبه. مساء النور يا قلبي. اي قلبي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبه. وعقبال مليون سنه. وانت طيبه، حلوه المفاجاه دي يا حبيبه، ميرسي لذوقك. اكيد طبعا، يعني ما كانش ينفع افوتها. كل سنه وانت قلبي يا روحي. وانت طيبه يا حبيبتي معايا يا رب. عايزه تسالي شيف ساميه حاجه؟ لا سلامتك، انا عايزه سلامتك. انت جميله وتسلمي له ويسلم تليفونك يا حبيبه، ميرسي لذوقك يا قمر. شكرا لاتصالك، اتفضلي كملي لنا السلطه. معايا شرايح الفلفل وشرايح الزيتون وذره صفراء. الدورة الصفراء طبعا مش لازم، يعني انا بقول توفيرا مش نشتريها من السوبر ماركت، انا بجيب الدورة العادي المشوي وبفصصها، بسلقها وبفصصها. جميل. واحط كاري عليها عشان تدينا اللون الايه الاصفر ده. تمام. طب انا لو شلت الدورة الصفراء دي وحطيت حمص الشام ده جميله طبعا. دي حسب حسب ما كل واحد. فاصوليا بيضه، فاصوليا حمراء. ايوه خضار، هي فعلا بتحط عليها خضار، هي اي بقوليات، اي خضار، حتى الكوسه، وممكن جزر، وممكن بسله خضراء. الله ينور عليك، بس بتاخد نص سلقه. هتدي لي الوان وتديني. ايوه هتدي الوان وطعم وهتبقى مفيده يعني. هغلب ماما. لا طبعا يا ستات. والدريسنج بتاعها بقى تسلم. الله يسلمك. والدريسنج بتاعها معلقه توم صغيره وعصير ليمون وزيت زيتون، كل ده بيتحط على بعضه وبنقلبه وبنحطه عليها. جميل، تسلم ايدك. تسلم يا حبيبتي. طب قولي لنا السلطه الثانيه. الثانيه دي بقى عليها زبادي ومايونيز، يعني احنا دي بالخضروات والدريسنج بتاعها كده. دي مايونيز وكاتشب وزبادي ونعناع والشرايح الفلفل الالوان. تسلم ايدك يا شيف. هرجع تاني للقوه والعزيمه والاراده مع ملك. ملك بتساعدي ماما في البيت؟ صراحه مش قوي يعني. الصراحه يا ملك اوعي تكدبي. هي في الاكلات. طب نقول في الاجازه بس. في الاجازه ممكن. طب اكتر اكله بتحبيها من ايد ماما ايه؟ المكرونه بشاميل. ايه تاني؟ ايه حاجه تانية اقولها يا بشاميل بس؟ لا البشاميل هي ماما شاطره في كله، بس انا عايزه حاجه. انت بتحبي منها ايه؟ المكرونه بشاميل والمحشي. المحشي، اي محشي؟ لا ورق. ورق العنب بس. طيب هقول لك بقى، انت بس تقولي الحقيقه وانا عارفه عينك كده بتقولي الحق. قولي ايه المره اللي ماما عملت اكل وطلع ما عجبكيش قوي، يعني هو كان حلو بس ما عجبكيش انت؟ كان بس بس باين كتير. ايوه قولي. بتتعدي يعني مش كتير عشان كده بتتعدي كده. طيب قولي. طب افتكري. قولي انا مش فاكره. هي هتفتكر. لا هي كان اختراع كده. دماغ شر. هو ما اعرفش، هي احنا قلنا لها جعانين كده فعملت اختراع. اختراع ما نجحش بس كلته يعني. بس امري لله هعمله ماما. هتقولي ما كلتوش ليه؟ لا جميل، تسلم ايدك. ما تعمليهاش تاني، ما تعمليهاش تاني. طيب امتى بتساعدي ماما؟ بس بحب. امتى بتحبي كده انت تروحي لوحدك كده تساعديها؟ حلويات لما بتخرجني. لما بيكون مثلا على حسب الاثنين، لو بيكون زي رايق مثلا او هي على حاجه حلوه. يعني انت تبع الحلويات عشان انت حلوه؟ انت مسكره في حلويات. طيب هرجع تاني واقول لك يا ساميه، تنصحي ايه غير ان هي وقت الفراغ تقضيه في حاجه ناجحه؟ دايما بنقول الخلاء النفسي او الخواء النفسي بيؤدي للشر وبيؤدي للجريمه وبيؤدي للدماغ الوحشه. طيب خلينا ايجابيين ونروح. طب انت فكرتي في الفكره دي، هل ماما ورثه منها الاكل الحلو، ولا انت خدتيها كفكره وقت فراغ بس، ولا لا ده انا هعملها مهنه، ولا اكسب مادي، ولا كل ده على بعض؟ بصي هو كذا حاجه مواضيع طبعا. هو زي الست الكل طبعا، مامتي هي اللي معلمنا الاكل لان هي اساسا هوايه عندها. احنا كنا ما فيش حد يخش بيت عندها لما لازم الاكل لازم ده اساسي، فاحنا اتعودنا زي كل البيوت المصريه. الكرم كرم الضيافه يعني، فانا اتعلمت الحاجات دي منها. وبعدين بقى كل واحد بيطور
يعني انت بتاخدي من عند من بيت والدتك وانت بتطوري بقى نفسك. يعني انت في بدايتك اصلا بدايه اللي انا باكل ولادي اكل حلو، ولا انت عندك هدف تبقي شيف ساميه؟ لا، هو انا في الاول لقيت الكل بيعجب باكلي، فانا قلت بقى ايه الحته دي اشغل بيها نفسي مع ان انا عندي البنتين دول وكده، فقلت ايه حته هوايه الاكل دي استمر فيها، واستمرت فيها الحمد لله وشغاله فيها كمان. هسالك سؤال غريب، لا امتى ممكن تقفي وتقولي لا مش هعمله كمان او مش هعمله كهدف؟ لا هقول لك، يعني ايه اللي يوقفك؟ لا هو مفيش حاجه توقف حد، يعني حاجه يعني ما انت حاجه حباها هقف ليه؟ وبعدين انت بتطوري نفسك فيها وبتنجحي فيها واللي حواليكي كمان بيشجعوك وبيحفزوك، يبقى مفيش حاجه توقفني ان شاء الله. بما اننا مفتخرين بيكي جدا وفخورين بيكي بولادك ما شاء الله وهم متفوقين، ولكن هسالك سؤال، لو واحده من البنات قالت لك انا هخش سياحه وفنادق قسم فندقه او قسم شيف تبقى شيف، هتوافقي ولا تقولي لها لا؟ هقول لك حضرتك حاجه، انا الجيل دلوقتي كل واحد وهوايته، انا لو ما مشيتش ورا هوايتها مش هتنجح في اللي هي اللي انا هقول عليه، يعني انا ما افرضش رايي عليها، انا لو فرضت رايي عليها لا يبقى هي مش هتنجح في الحاجه اللي انا بقولها عليها. هي هوايتها هتستمر فيها خلاص يبقى هتبقى احسن حاجه فيها. ما هو اكيد طبعا الدماغ اللي بتشغل وقت فراخها عشان تشتغل وعشان تبقى ناجحه وتبقى متفوقه، فلازم هترد الرد الجميل ده. ومن هنا بقول لكل ام خدي بالك من بنتك من ابنك وخليه يعمل اللي هو نفسه فيه، اوعي تحققي حلمك انت فيه، خليه يحقق حلمه هو في نفسه ويبقى ارقى واحسن الناس باللي هو عايزه. طيب نرجع تاني لبسمله والملك. بسمله وملك، انتوا فخورين بماما بتقولوا ان ماما شيف، ولا انتوا حابين ده جوه البيت بس؟ لا لا لا، اسمع منك انت الاول بقى. ايه كل مره انت الاول؟ لا هو هي، لا هي ماما مش يعني انا فخوره بيها عامه مش في اكيد طبعا بس. لا انا بتكلم لو انت دلوقتي ماما شيف وطالعه في التلفزيون قايله لاصحابك بقى وفخوره بده، ولا انت حابه الاكل ده يبقى لينا احنا لوحدنا بس؟ شكلك اناني. دي مامتي انا. أيوة. برضه يعني دي مامتي انا بس يعني. دي مامتي انا بس. ايوه طبعا. يعني ما تحبيش ان هي تاخد دي مهنه وتبقى شيف في فندق او تعمل مشروع خاص؟ هي لو حابه كده، لو حابه، لكن انت ما تحبيش. لكن لا انا هحبها وانا هفرض رايي يعني. لا يعني لا. هتضربني بعد الحلقه. ايوه احنا مروحين مع بعض. احنا مروحين صح. انت ذكيه، انت ذكيه جدا، برافو عليك. بس بس الرساله وصلت، خدي بالك. الرساله وصلت. طيب هسالك طبعا مش نفس السؤال، لازم احرجك. طيب قولي لي بقى، تحبي تطلعي ايه اما تكبري؟ مهندسه، مهندسة ديكور او دكتورة تجميل. ديزاينر يعني. تجميل عشان تحطي مكياج زي ما انت حاطه نفسك كده. لا لا لا. تجميل مش عارفه ليه يعني، بس هو انا هوايتي كده يا اما مهندسة ديكور. انت بتحبي الجمال، انت مش عارفه مش قادره توصفي اللي جوه، لكن انت شخص بيحب الجمال فتحبي تحطي التاتش بتاعك على كل حاجه جميله. الورد هو في الحديقه شكله حلو، لكن احنا لما ناخده ونعمله باقه على بعضها في اي بيبقى شكله احلى. صح؟ لما نحط له فيونكة بيبقى شكله احلى. نرش عليه سبراي ده شكله جميل. فانت عايزه تجملي الجمال، وده عشان انت جميله من جوه. طيب تحبي تقولي ايه لكل ام؟ وهناخد ماما بعيد. كل ام كده في حاجه غلط بتعملها مع اولادها، تقولي لها ايه؟ اختاري غلطه يعني كده الامهات بتعملها. لا ما تسيطريش يعني على حسب يعني ايه. مش يعني دلوقتي في ام متسلطه تقولي لها انت ده شايفاه، شايفه العيب اللي في ماما ايه، وتقولي لها ماما بطلي تعملي ده. لا هي هو انا هو الكل رد كل فعل رد فعل يعني. لو عملت حاجه بيبقى ماما قصادها حاجه. تمام. مش انت بقى مش عايزه كده، عايزه تبقى حنينه شويه. لا لا طيب. علشان ما تجيش مره واحده انت خايفه منها برضه. حرام عليكي. لا 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 خالص. تمام. صاحبين قوي يعني. مش لا يعني مش كده، بس انا مش عايزه حد اللي هو ايه مش عايزاها تشيل، فاهمه؟ مش عايزه يعني مش حاجه حلوه ان هي بلاش تستحمليني تستحمليني وبعد كده تجمعهم لي كله مع بعض. ناخد وندي يعني. اوكي مفيش مشكله، لكن ما تجمعيليش بقى اخر الاسبوع مش هنروح النادي. يعني خليكي حنين، خليكي على الهادي كده يا زبادي. صح؟ قولي اعترف، عينك بتقول كل حاجه. طيب نفس السؤال، هتقولي شفتي كده عيب في ماما؟ مش عيب، ان كلنا فينا عيوب. لا مش عيب، بس في حاجه يعني ان هو ممكن يبقى ميزه عندها بس عيب بالنسبه لك. لا لا، ان هي مثلا كل ام تصاحب عيالها وكده يعني، حتى لو حاجه غلط اما انا بروح اقول لماما. ايوه يعني دي حاجه حلوه، عشان ممكن هي تعمل حاجه غلط او هو يعني اي حد، ويبقى خايف ان هو يروح يقول وكده. لا ان هي تصاحبهم يعني. انت من رايك ان انا اقول حتى لو انا غلط انا كبنت اروح اقول لمامتي؟ مامتي هتلحقني. اعترف بقى نفسي. مامتي لا، غير الاعتراف بقى انا كده هعترف، وفي نفس الوقت هي هتلحقني. اكتر واحده بتحب بنتها امها. أكيد. مش صاحبتها ومش خالتها ومش عمتها، اكتر واحده تحبك حتى مهما كانت قاسيه عليكي، فالقسوه دي حفاظ عليكي اكتر. تمام. هتقول لنا ايه يا شيف ساميه؟ قول لنا كده نصيحه لكل زوجه.
الصبر. الصبر والمرونه في الحياه الاثنين. الصبر هي اكيد اهي بيت، وخصوصا الجيل الجديد دلوقتي محتاج صبر ومحتاج مرونه الاثنين مع بعض، لان احنا لا يعني لو ما فيش صبر وما فيش مرونه مش هنلاقي في بيت. امتى الاقي وقت اعمل كل حاجه انت بتعمليها؟ يعني لما اكون حباها، هحب هعمل، عندي طاقة ومعنوية حلوة، هتلاقيني بتنطط كده زي الفراشة ويعني هتلاقيني عارفة اللي بينجز في كل حاجة، بس يكون في طاقة حلوة جوانا. تقولي ايه للست اللي لما تزعل من جوزها ما تطبخش للولاد؟ لا احنا مش هنعاقب ولادنا. لا مش هنعاقب ولادنا. لا 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 كده حقيقي. هتقولي لها ايه؟ بتقولك نفسيتي. انا لازم افصل، انا لازم افصل، عندي ولادي، ما هم ولادي دول رزق، ربنا مدينا رزق، فانا لازم احافظ عليهم. نفسيتي انا على جنب، لازم افصل نفسيتي انا على جنب، نفسيتي ونفسيه زوجي ونفسيه اولادي، ما انا هاثر على نفسيتهم. ما انا ممكن اقول لك اصل انا هعمل لهم اكل وحش لان انا متضايقه فالاكل يطلع وحش. لا انا لو عندي بنات كبار زي حبايبي الحلوين دول هيقوموا يتعاملوا، وانا لما بكون كده تعبانه هم اللي بيعملوا لي بصراحه. انا فخوره بيكي وبشكرك وبشكر البنات الجميلات اللي كنتوا معانا. حضرتك طبعا لسنا يعني احنا اتشرفنا بحضرتك جدا جدا جدا. شرف لينا وكانت حلقه جميله بيكم، منوريني ومشرفيني ودايما معانا، وكل سنه وانتم طيبين واشوفكم السنه الجايه ان شاء الله على خير. كل سنه وانتم طيبين اعزائي المشاهدين، واشوفكم السنه الجايه مع 50 دقيقه حياه و2020، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.